السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني أصدقاء المربين، تحياتي إليكم جميعا، إن شاء الله تكون الإفادة معكم. إخواني راح نحطوا يعني إحنا في بداية يعني مواسم التزاوج، وكاين يعني بعض الناس بعض المربين مع صديق تاعها راهي في عملية التزاوج، فأكيد ما ننساوش فقط يعني نقلبوا القضايا نتاع العصافير، لأنه راهي مهمة جدا في عملية التزاوج. هنا خوتي العزاز هذا الأمر راهو يعني حدثنا عليه سابقا في القناة على اليوتيوب، حدثنا عليه يعني درنا عليه هذا الموضوع عدة فيديوهات، ولكن في الاعادة إفادة خوتي العزاز. خوتي هذا الشيء راهو يقدر يعيق عملية التزاوج بالنسبة للعصافير، ماذا بينا يعني تكون الأظافر نتاع العصفور نتاعنا يعني مقلبة بطريقة صحيحة، كذلك المجات الإخوانية لازم تكون يعني مجات يعني ثابتة، ما يكونش مسلم يعني يتحرك هك ولا هكرة، وكذلك يعيق عملية التزاوج. خوتي العزاز رانا هدرناها يعني العملية نتاع قص الأظافر، وفهمنا خوتنا المربيين معليش في الإفادة في الإعادة إفادة عفوا إخوان. شوفوا خوتي العزاز رانا قلنا ديما العرق الأزرق، هذا العرق هذا الأحمر اللي هو الشعر الدموي يكون خارج من الفرن تاع العصفور، نحاولوا أنه نجيسوها. هاي عملية سهلة جدا إخوان، ها نجيسو غير يعني الإظفر فقط بلا ما نقدمو الشعر الدموي، سهلة جدا. هاي في الإعادة إفادة إخوان الأعزاء، إحنا رانا ماذا بينا نقول كبرت وأنا نقول هذا يعني سهلة جدا جدا. هذا الشيء راه يقدر يعيق عملية التزاوج. شوفوا هذا الإظفر قداش طويل، هذا راه طويل بزاف. هنا العصفور ما فيش يكبس على الأنثى، يعني الذكر ما فيش يكبس على الأنثى، هكذا راح يعيق عملية التزاوج إخواني الأعزاء. ها يعني ما نقيسوش الشعر الدموية فقط، هذه أمور ثانوية وبسيطة جدا، وفي الآن واحد إخواني راهي مهمة جدا جدا. ها هنا العصفور مأذيناه ما صرالو حتى شي، يعني شوفوا صوتي العرق هذا الأحمر اللي داخل، يعني ما نقيسوش هذا المكان. حنا درنا هذا الفيديو غير باش نوضحو لكم ونقول لكم بلي قص الأظافر راهو مهم جدا قبل التزاوج، المجاتين لازم تكون ثابتة كذلك قبل التزاوج، هذه الأمور راهي تقدر تعيق وتحطم العملية كاملة. وذي التاب نتاع المربي خاوتي العزاز، كناكم فوق النور، تقبلوا مني فارق التقدير والاحترام، ان شاء الله كلنا دائما فيديوهات جديده ونعاون المربيين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.